هلال السودان بدا مشتعلا بأومدرمان، وجماهير الفريق الأزرق التفت بقوة حول فريقها دعما وتشجيعا أمام سموحة المصري. الهلاليون وبعد عودتهم بنقطة ثمينة من لوبومباتشي دخلوا مواجهتهم أمام المصريين بقوة بحثا عن المباغتة عن طريق بشة وكاريكا، ما جعل المدرب ميمي عبد الرزق يستشعر الخطر الذي ظل يحيط بدفاع فريقه طيلة أطوار المشهد الأول. مع بداية الشوط الثاني طلب ميمي من لاعبيه الاستفاقة والتقدم أكثر، فحاولوا تهديد مرمى أصحاب الأرض لكن من دون جديد. الجديد جاء عن طريق نصر الدين الشغيل الذي وضع الهلال في المقدمة بهدف أول طمأن الأنصار. زملاء كاريكا وصلوا الضغط من أجل مضاعفة النتيجة، فسدد وليد علاء الدين من بعيد قبل أن ينطلق المتألق نزار حامد بهذه الطريقة الرائعة موقعا على الهدف الثاني. نزار حامد مرمي الأول، مرمي الثاني، اتقدم للأمام، ماشي وين نزار، يحاول نزار، هوبا 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 هوبا. ثنائية وانتصار وضع رجال الكوكي في صدارة المجموعة الأولى في ليلة أبدع فيها الفريق الأزرق.